بيك راح على القهوة، مش رح يرجع قبل نص ليل، وأكيد بس يرجع رح يكون شربان عرق، رح يحط راسه وينام. شو رأيك نروح أنا وياكي وفريد نسهر شوي؟ شو؟ كيف؟ شو كيف؟ نظهر من الشباك ونرجع من الشباك؟ لا لا ما فينا. بعدين لوين بدنا نروح؟ لعند شريف. بنروح لعنده على البيت ونزل نقعد على الشط هيك أربعتنا قاعدة رومانسية. وهيدي فرصة لإلك أنت وياك إنه تقعدوا تحكوا وتتفاهموا وتعرفوا شو بدكم تعملوا. بس ما بيجوز أقعد مع شاب لحالي بالليل. وشو بيجوز لكان؟ تهربي من بيتك بنص الليل وتروحي تنامي عنده بالبيت وتطلبي منه يتجوزك وتعرضي عليه مصاري. فكري بالموضوع، ناطرتك بأوضتي، معك ساعة ونص بس. يلا يلا، بيك بعد ما رجع وعمتك نامت. تعرفي لو ما الحراس وبرهم تحت كنا ظهرنا من باب المدخل. بس يا سوريا أنا خايفة كتير. هلا معقولة أنت بدل ما تكوني طايرة من الفرح إنك رايحة تشوفي حبيب قلبك؟ عليك هو بيحبني سوريا؟ لازم تتأكد الليلة من هالشي. يلا. لكن انزلي قبل، انت بتعرفي كيف. شو راكدين بيا؟ يا اهلا يا اهلا. انا ما كنت بدي اظهر بالليل بهالوقت، بس هي قالت لي. طيب ما تعتلي هم ويلا خلينا نمشي. يلا يلا يلا. اشتقت لك. انا حابه احكي معك شريف، بدي أطمن عن كل شيء. للصراحة أنا خايفة وما عم بعرف لا كيف أفكر ولا كيف أتصرف.